السيار تعود للمدارج من خلال لقاء الدربي الدخلة في الموعد في أول مباراة يحضر فيها بيبليك السيار لتشجيع فريقه في الموسم الحالي. وفا جمهور الفريق في الاستاد. شنو نقول اليوم؟ اليوم مربوح ان شاء الله، والله مربوح. وجمهور كيف تشوفه اليوم؟ جمهور اليوم عالمي برجولي، اليوم اعز نهار في حياتي يعني. وفا ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله مربوحه صح. قدرة ربي تزيرو، عطانا 15000 حكايه في رغم بقدرة ربي اليوم نربحوها الدرجة ب 15000. الأعصاب بامتياز، لاعبين مندفعين أكثر من لازم، اندفاع بدني مفرط في بعض الأحيان، والغريب أن صدر من لاعبين ما زالوا في بداية المشوار، واللي ساعد على ذلك تساهل الحكم عادل الصغير اللي ما قدرش السيطرة على اللقاء وتسامحه في بعض الحالات. نحن اللي خرجنا شويه على اعصابنا هو شويه تحكيم معنا، ولكن الحمد لله ما اثرش على نتيجه المقابله، والحمد لله معنا كمان الماتش من غير اوراق احمر ولا حاجه. كي دربي وناس كل على اعصابها والجمهور يعيط، معناها انا دورت معناها لقيت قدامي معناها نسيتو بيدي على غالب معناها لقطه كيف نقولوا مجانيه معناها نطلب من السماء. لعبه توفى بعد عديد الانتقادات في مردود الزو، يعود من بعيد في لقاء الدربي زوز اهداف للضوادي يهدي به الانتصار 27 للسياف في الدربي رقم 117، ويضع حد لسيطره ابناء باب السويقه اللي فازوا في 3 دربيات المتتاليه، فبرافو للضوادي. كان حاضر وعاون صحابي ما كنا باش ننتصروا، وسيرتو نفتكوا المرتبه الاولى اللي باش تخلينا نخدموا اكثر اريحيه. لينا جرينتا كبيره اليوم منك انت شخصيا، معناها حبيت تثبت حاجه اليوم في ديربي. ما عندي ما نثبت، يظهر لي فالور سير زوال ذوادي، مش اليوم باش نثبت اللعبات شكون انا، لكن كي تشوف تصويره المرحوم يعني اوبليجي تعطي 200% اليوم. الحمد لله كما قلت لك الكل كانوا رجال وتمكنا باش نجيبوا الماتش هذا. صحيح النادي الافريقي انتصر، لكن مستوى اللقاء كان دون المأمول، وماريناش كرة من الجانبين، تمريرات خاطئة بالجملة، مناقشة الحكم أكثر من اللعب، وفي الحقيقة هذا مستوى كرتنا رغم فوز السياسات بكأس الكاف. فهل هو ضغط النتيجة أو الغيابات والتغييرات في تشكيلة الفريقين السبب؟ إذا عرفنا أن المدرب القصري في التراجي اختار الإبقاء على أصحاب الخبرة في البنك دراجي يانينك والتراوي، والاعتماد على المهذبي والمباركي منذ البداية، وأفول كلاعب ارتكاز. تعرف اللي معناها يانينك والدراجي ما عملوش بريباراسيون مع الاكيب، لاعبيه معناها عندهم نقص في اللياقة البدنية في الجاهزية البدنية، دونك معناها نحكيوا عن لاعبيه ونحكيوا برشا برشا، وخيرنا باش يكونوا معناها معوضين ويدخلوا كور دو ماتش ان شاء الله. المباركي أول دربي أعطيتوه نصائح قبل الدربي هذايا؟ يظهر لي ان شاء الله اياب معنا ما يسحقش نصائح، تبارك الله يظهر لي صحيح اول ديربي مي عندنا فيه ثقه كبيره. في الجهه المقابله كوستير يختار الاعتماد على القزداوي كراس حربه، والعائد الحداد مكان الهذلي منذ البدايه. بلا لعيفه هو فرد من المجموعه هذيا، والمجموعه هذيا حاشتها بلا لعيفه باش يكمل معانا، معناها ما لازمناش نعملوا منها مشكله. بلا لعيفه لاعب ممتاز باش يقعد مع المجموعه وباش يرجع بينتو ان شاء الله معانا. مباراة تبدأ بدقيقة صمت على روح الحارسة وحيدة عبد السلام والحكم الدولي السابق سن سعيدان. الترجي يبدأ بقوة باستغلال سرعة البلالي والعكيشي، لكن غاب التجسيم أمام صلاب الدفاع الإفريقي وخاصة محور المتكون من سيف تقاول يعقوب. أول تغيير في اللقاء جاء من جهة الترجي اضطراري بعد إصابة بن منصور ودخول عبود، والتغيير في التركيبة شمام يصبح في المحور وأفول ظهير أيسر. والسؤال أين المدافعين المحوريين في تركيبة الترجي الرياضي؟ عندنا النفزي
مدافع ينجم وعندنا إيهاب المبارك ينجم ولعب حتى البرة في فرنسا كان يلعب أكسيال كما عندنا شمام لعب برشا مرات زاد أكسيال ما عندناش مشكل في الوضعية هذه أنا قلت لك راه ما معناتها ونيفو تكتيك ما قلقناش ولكن كي تجيك حاجة بصورة مفاجئة وتتلز معناتها أنت باش تبدل بوست آخر نتاع ملاعبي وتنحيه بوتيتر أفول في الميليو التيران يعطينا حلول أكثر من عبود لأنه عبود مازال ونشكره على المردود معناتها اللي قدمه كما قلنا المستوى كان ضعيف وهذه الصور تلخص بداية المباراة أول عملية في اللقاء للإفريقي يجي معها الجديد الزيتوني يضغط على معز عبود يفتك الكرة يخرج الضوادي في طبق الذكاء إغالة نوارة معوض بن شريفية والإفريقي أكد مع الكوستير أنه فريق واقعي فرصة أولى فهدف سهير الزوادي تقريبا في الدقيقة 25 للشوط الأول يأتي الأسبقية يأتي معطيات أخرى لهذه المباراة منعرج آخر لهذه المباراة الإفريقي على غرار لقاءاته في بداية الموسم الحالي يرجع للدفاع باستغلال التفاهم بين القرب في أول ديربي ضد فريقه السابق والزيتوني في خط الوسط والعمل الدفاعي الممتاز اللي يقوده ثنائي المحور تقاول يعقوبي وغلق الأظهرة عن طريق حمزة العقربي وعلاء البوسليمي طريقة كاد أبناء باب جديد يقبلوا بها هدف التعادل في أكثر من مناسبة البلالي خرج المهذ بصوب والمطالبة بضربة جزاء بعد لمس الكرة باليد من القربي والعقربي لكن الحكم عادل صغير في أول ديربي ليه يعلن مواصلة اللعب ثم كرة ثابتة من بلالي والتصويبة الرأسية لشمس الدين الضوادي على العارضة وكرة التعادل تضيع آخر فرصة تجي بعد كرة ثابتة كذلك الجزائري لبلالي نفذ ترجع متخيلي مرة أولى قدام المهذ بيسدد والتخيلي واليعقوبي ينقذوا الموقف ونهاية شوط أول كان مستواه ضعيف جدا وهذه الصور تأكد ذلك زملاء تخيلي وصلوا لعب الدفاع أمام هجوم تراجي اللي ضيع فرصة أولى عن طريق العكيشي وفي عملية ثانية اللي يعقوبي بامتياز يدخل قدام العكيشي بعد هالمحاولة الإفريقي يتفوق على التراجي تكتيكيا ويغلق جميع النوافذ رغم دخول يانغ مكان البلالي وانتظرنا دقيقة 71 لمشاهدة فرصة تستحق الذكر مخالفة من إيهاب المساكني لين يانغ بالرأس وبامتياز تخيلي يمنع الهدف الدراجي مكان العكيشي اللي اعطى اكثر حيويه لخط الوسط من الجهه المقابله المدرب كوستير يقحم البارات لمكان الزيتوني المصاب الربع ساعه الاخير ابناء باب جديد يخرجوا من مناطقهم مستغلين المساحات اللي تركوها لاعبي الدراجي الضوادي ضيع الفرصه الاولى الهذلي معوض الحداد براسيه كاد يسجل ونواره يتصدى 84 دقيقه لعب الزو يكون مصدر لمخالفه على بعد 25 متر من مرمى وسيم نواره زهير بنفسه يتولى التنفيذ والبقية هدف ثاني ممتاز يساوي الانتصار في ديربي العاصمة رقم 117 والإفريقي معها يصعد للصدارة ومرة أخرى السي آي يأكد مع بداية الموسم أنه واقعي جدا وناجع بما أنه على أربع فرص سجل زوز في المقابل التراجي مطالب بمراجعة شاملة فنيا وتكتيكيا والحرص على الانضباط لبعض اللاعبين خارج الميدان في ظاهرة ما تعودناهش على شيخ الأندية التونسي عملنا ماتش باهي ما على غالب سبحان الله تعريف معناتها باش تخسر ديربي ان شاء الله نعوضوا الشيء هذا ان شاء الله دليل خرج معناتها خلينا ثغره في الدفاع اون بلوس البونتولوني تعرفوك كيف جاي ما نجموش نلومو على غالب دومي طون ماركاو بونتو كفران نحن جاونا دوز اوكازيون في 1-0 دو كنا نجم برومي طون جاتنا فرصه جاونا دوز اوكازيون تيت تيت كنا نجم نحطهم في الفيلي رانا توا رابحين بون انا غالب اللي ما ماركيش يقبل ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله نكملوا نخدموا على روحنا هذا ماتش من 23 اللي مازالوا خسرناه هذه اول خساره دونك نخمو في الشامبيون مزيان نخمو في الماتشات الاخرين ومازال فما ديربي اخر في الروتور وقلت ربي الدرجه ديما معناتها الأولى ديما تنافس على الألقاب وإن شاء الله قلت ربي معناتها
ان نديركو في صحفيس على الهزيمه هذه الاسبوع الجاي كونتر السفيرس ان شاء الله. لعبوا مليح على فان لو سكور 2-0 معناها سي اون ديفيت معناها اميريتي اون اوري بي روفنير معناها كان معناها نشوف انا خاطر جو بونس كو يافي ان بينالتي معناها كو ضربتنا باسيفلي كنا نجمو في تروح. مانيش باش نحكي على التحكيم, نحكي كان اللقطه هذيك نتاع ضرب جزاء كانت تنجم تغير المباراه. مستقبلك مع الترجي توا اسكندريه, سالتك سؤال المستقبل نتاعي مش نحدد حدو اداره الفريق. عملنا ماتش باهي ديفونسيفمون وماركينا القدام ولا ماركي دو بوت, ان شاء الله نكملوا هكا. وتوا عملنا خطوه باهيه واحنا في بريمير بلاصة ومازالت خدمه القدام. ان شاء الله نادي الفريق باش يكون متوج بقدره الله. تربح ترجي وترجع الاول في الترتيب, الحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله نكملوا على المنول هذايا بالطبيعه. تروح ركزنا عليه جمعه كامله, نعرفوا شنو قادمين كما قلت. كما قلت لك ربي وفقنا ورجعنا الاولى في الكلاسمون وانتصر. خذينا البريمير بلاس وحدنا بحول الله, ان شاء الله باش نبداو بالماتش هذا نشدوا في البلاصه بحول الله نقعدوا جماهيرنا بالبطوله اصلا ان شاء الله. افريقيا دولة دربي معناها مهم برشا ماك تعرف, سواء الترجي الرياضي تونسي ولا نادي افريقي. النادي الافريقي يستنى في الدربي هذايا, عملنا اونتان باهي سيفري ما قدمناش من الاول كرة, ولكن قاعدين انتصروا اليوم معناها انتصرنا سجلنا وقت يلزمنا نسجلوا وحفظنا على النتيجه على خاطر ضد الترجي الرياضي التونسي تعرفوا معناها يمشي بوزنه الكل قدام وتو مومون يبو معناها ديزيكيليبري اي ديفونس. اليوم لقى النادي الافريقي واقف كما يلزم في المومون ديفيسيل.